مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة وضربة المعلم، حيث تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط زوال اليوم الخميس من إحباط محاولة تهريب طن و 220 كيلوغراما من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم أجنبية. وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي لمقطورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائق الشاحنة وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 49 سنة، وقد تم وضع السائق الأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. إذن مرة أخرى على مستوى ميناء طنجة المتوسط مشاهدينا الكرام، ضربة المعلم حيث تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط زوال اليوم الخميس 17 دجنبر من إحباط محاولة تهريب طن و 220 كيلوغرام من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الدولي والتي تحمل لوحات ترقيم أجنبية. وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي لمقطورات الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائق الشاحنة وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 49 سنة. وقد تم وضع السائق الأجنبي ذات الجنسية الإسبانية والمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وتجدر الإشارة بأن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. إذا مشاهدينا الكرام في هذا المباشر من طنجة أذكركم ببلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني والذي أشار بأن عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط تمكنت زوال اليوم الخميس 17 دجنبر من إحباط محاولة تهريب طن 220 كيلوغرام من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الدولي التي تحمل لوحات ترقيم أجنبية. وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي لمقطورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائق الشاحنة وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 49 سنة. وقد تم وضع السائق الأجنبي والمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية
رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. إذن مشاهدينا الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، كان هذا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني يتعلق بعملية إحباط محاولة تهريب طن 220 كيلوغرام من مخدر الشيرة، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي وتحمل لوحات ترقيم أجنبية، وتم اعتقال المواطن الإسباني سائق الشاحنة والبالغ من العمر 49 سنة وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة. وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية. إذا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، تحية لعناصر لرجال الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط الذين يسهرون على مراقبة كل المقطورات التي تعبر من طنجة المتوسط في اتجاه الضفة الجنوبية لإسبانيا بميناء الجزيرة، يعني المتوجهة نحو ميناء الجزيرة الخضراء بالجنوب الإسباني. إذن تحية للجنود الخفاء من رجال الأمن والجمارك العاملين بالنقط الحدودية بالمملكة والصاهرين دائما على حماية وأمن المواطنين في مختلف القضايا، سواء تعلق الأمر بالاعتداءات أو العمليات الإجرامية أو عمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. إذا مشاهدينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، شكرا على تتبعكم هذا المباشر، تحية لكم، إلى اللقاء.